نصبح على حضراتكم مره ثانيه. امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الاسرائيلي، واللي قدم التهنئه لسياده الرئيس بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. تم تبادل وجهات النظر بشان مستجدات القضيه الفلسطينيه، وكمان خلال الاتصال تم تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائيه بين البلدين، وتم التوافق على قيام السلطات الاسرائيليه بتحقيق كامل وشفاف بشان ما تردد من اخبار في الصحافه الاسرائيليه اتصالا بوقائع تاريخيه حدثت في حرب 67 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس. كمان امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه اللي حصلت، وكان معظمها مرتبط بالعيد. سيما عيد او سيما الشعب اللي بتنظمها وزاره الثقافه كانت كملت العدد في اول يومين في العيد، وكمان منافذ المجمعات الاستهلاكيه كانت شغاله امبارح بكامل طاقتها، وده لتوفير اللحوم الطازجه والمجمده للمواطنين باسعار مخفضه. اما ميناء العريش فاستقبل معدات محطات الكهرباء واللي هتخدم المدينه ضمن اعمال التنميه اللي بتشهدها محافظه شمال سيناء. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن وزارة الثقافة أعلنت إن سينما الشعب كملت العدد في أول وتاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت إنه في إقبال جماهيري كبير في جميع الحفلات الصباحية والمسائية بمختلف المحافظات. وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قالت إن الحضور الجماهيري الكثيف لعروض سينما الشعب بيعكس ثقة المواطن في المنتج الثقافي للدولة، وكمان بيؤكد قدرة أبناء الوطن على انتقاء المواد الإبداعية الجادة. امبارح أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استمرار الأعمال بميناء العريش التابع لها في استقبال وتفريغ باقي حمولات السفينة توباز موسكوفا حاملة الحمولات الثقيلة خلال أول وتاني أيام عيد الأضحى المبارك. السفينة قادمة من ميناء دمياط محملة بمعدات محطة كهرباء العريش البخارية في إطار دعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجا وات لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية اللي بتشهدها محافظة شمال سيناء. امبارح برضو الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واصل العمل في تاني أيام عيد الأضحى لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، والخدمات اللي بيقدمها الصندوق بتتنوع ما بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجاناً وفي سرية تامة، وكمان توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج. امبارح برضو استمرت منافذ المجمعات الاستهلاكية في استقبال المواطنين في تاني أيام العيد وطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة وأقل من نسيلتها في الأسواق الأخرى، ده غير إنه في 39 شادر لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة. وزارة الداخلية بتواصل تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتم الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، وكمان تكثيف الخدمات المرورية لتسهيل حركة المواطنين. أولاد بلدنا دول رجال ومخلصين، أمجاد بلدنا ليها قوة أساس متين. ليستمتع المصريون بأجواء احتفالية تحت مظلة من الأمن، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين تلك الاحتفالات. تحيا بلدنا عظيمة حرة وقوية، للمجد راية وأمنها ليه التحية، أبطال تضحي بدمها علشان بلادي. فقد انتشرت الخدمات الأمنية في الشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية وأمام المتنزهات والحدائق العامة وبالمناطق التي تشهد زحاما في الأعياد. الأمن قوة بالرسالة الإنسانية، خدمات مواطن ليها طفرة مش عادية، أمن وأمان وكل قد المسؤولية. ومع زيادة الكثافات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، كثفت وزارة الداخلية من الخدمات المرورية عليها لضبط الحركة على تلك الطرق والحفاظ على أمن مرتديها. مصر الأمل لكل واحد ظهره فاضي. الخطة الأمنية شملت تأمين محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد والقطار الكهربائي الجديد، حيث تنتشر الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل القطارات. أولاد بلدنا دول رجال ومخلصين، أمجاد
أولاد بلدنا ليها قوة أساس متين. وعلى صفحة نهر النيل يستمتع المصريون برحلات نيلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فهو مقصد رئيسي للمحتفلين. لذا كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إجراءاتها الأمنية لتحقيق الانضباط وضمان التزام أصحاب المراكب والعائمات النيلية بالإجراءات المحددة لها. أبطال خفية للنهار مصممين، ابنوا هدفهم بالعزيمة مكملين. كل تلك الإجراءات يطبقها رجال الشرطة باحترافية شديدة ويقظة تامة لضمان أمن وسلامة المصريين واستمتاعهم بأجواء احتفالية في جو من الأمن والأمان. أما بالنسبة لجولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في المحافظات، أبرزها استقبال 95 طفل كفيف بالعيد على أول شاطئ للمكفوفين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تكريك بحر مويس لخدمة 250 ألف فدان وفحص 490 طلب لتقنين الأراضي، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت أحداث وأخبار كتيرة امبارح، أبرزها في الإسكندرية اللي استقبل أول شاطئ للمكفوفين فيها في أيام العيد حوالي 95 طفل كفيف للاستمتاع بالشاطئ والنزول للبحر بأمان وبدون وجود مرافقة من ذويهم. وأكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على توفير كافة سبل الراحة والأمان لأبنائنا من ذوي الهمم على الشواطئ. في الشرقية أعلنت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية إنه خلال النص الأول من العام الجاري تم الانتهاء من فحص 490 طلب لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بنسبة إنجاز 100%. في دمياط أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة إن مستشفيات المحافظة قدمت خدماتها الطبية ل 2500 مواطن خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك. في البحيرة تم تنفيذ حملات مكافحة الذباب والبعوض بنطاق المجازر الحكومية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. في الإسماعيلية شهدت الشواطئ إقبال بمعدل 70%، وأجرت إدارة السياحة بالمحافظة جولات مرورية على الشواطئ لمتابعة خدمات المصطفين خلال اليوم الثاني من أجازة عيد الأضحى المبارك. في الجيزة تم توزيع 30 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من إجمالي 150 ألف كيس تم تجهيزهم لتوزيعهم خلال أيام العيد، وده هيساهم بشكل كبير في تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومي بشبرمنت. برضه في الشرقية قامت إدارة الري والموارد المائية بأعمال تطهير بحر مويس من الكيلو 24 للكيلو 68.8. أعمال التطهير دي هتخدم 250 ألف فدان أرض زراعية. في المنيا قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة إن فعاليات القافلة الطبية بقرية أسمنت أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1669 شخص وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.